بكم متابعينا في أمينة حاف الحلقة الأخيرة. طيبة تفاجأ المتابعين، طيبة حنونة وكريمة وسخية وتحب بناتها ولا تضربهم. إليكم التفاصيل. طيبة بينما هي تبخر المنزل في يوم العيد تستيقظ حصة وتذهب إلى والدتها طيبة وتعايدها بحلول العيد وتتغزل بجمال والدتها، وطيبة أيضا تتغزل بجمال حصة، وطيبة تعطي النقود عيدية لحصة، وحصة تقول لقد كبرنا هل لازلت سوف تعطيننا؟ ولكن بشرط أريد أن أكون أكثر من أخوتي. لترد طيبة كلكم نفس الشيء وأحبكم جميعا. هل فاجأتكم طيبة بشخصيتها الحقيقية التي كانت ليس كالحلم؟ شاركوني برأيكم في التعليقات. إن أعجبك الفيديو لا تنسى الإعجاب والاشتراك في القناة.